ولمتابعه الموضوع تنضم لنا عبر الهاتف الاستاذه هنادي اليافعي مدير اداره سلامه الطفل بالشارقه. اهلا بك استاذه هنادي. بعد هذه التجربه كيف تقيمون مستوى الوعي لدى اولياء الامور؟ مرحبا، مساء الخير، شكرا على استضافتنا اليوم للتحدث عن اهميه نتائج هذه التجربه الميدانيه التي قمنا بها. طبعا مثل ما شفنا في التجربة، طبعا الرقم صادم، وخصوصا لأولياء الأمور اللي يقولون نحن يعني حريصين دائما نكرر التوعية ونكرر هذه الأشياء لأطفالنا، بحيث أنهم لا يذهبون مع غريب أو لا يتحاورون أو لا يستجيبون مع غريب. طبعا دائما نطمن الجميع أن نحن الحمد لله نعيش في دولة المستوى الأمن والأمان عالي جدا، يعني دولة الإمارات معروفة بالأمن والأمان، لكن أيضا نحن مقبلين على موسم إجازة صيفية، وبعض الأسر قد تذهب إلى دول أخرى خارج الدولة، إلى جانب أن قد يتعرض الطفل لمثلا التحاور مع غريب داخل الدولة، خصوصا أن دولتنا يعني متفتحة ولديها الكثير من الجنسيات والثقافات التي تأتي من خارج الدولة، وهذا لا يمنع أن نحن نكون سباقين بتوعية الأطفال بأهمية التصرف الصحيح في حال قد تعرضوا لي مثل هذه المواقف التي يتم استدراجهم من قبل غريب. نعم. طبعا بينت هذه التجربة وجود طفل واحد فقط اللي هو قدر أنه نجح في هذه التجربة، لكن الأطفال الثانيين للأسف وبكل سهولة انقادوا للبائع هذا بقصد شراء المثلجات، أو مو شراء، حتى أخذ المثلجات التي غريناهم بها بشكل مجاني. نعم أستاذة هنادي، رقم مخيف، 36 طفلا استجابوا لغريب يدعوهم مقابل مثلجات إلى العربة. الآن عندنا شقين في هذا السؤال. الشق الأول، كيف سنثقف أولياء الأمور بمخاطر هذه التجربة، وأيضا أنتم كجهة معنية ومرخصة، ما هي الإجراءات التي تنصحون بها؟ طبعا من خلال هذه التجربة يمكن البيئة اللي موجودة كانت في الحديقة هي بيئة آمنة ومستقرة في الدولة، عكست هذا الشيء لدى طفل اللي من الممكن يعني جعل هذا الطفل ينقاد إلى هذا البائع ويذهب معه، لكن هذا لا يعني أن نحن كأولياء أمور ومختصين لا نكرر ونوصي بأهمية التركيز على توعية الأطفال بعدم التحدث مع الغرباء، لأن إذا صار هذا الرقم على أرض الواقع معناته هذا مؤشر، لأن الأطفال أيضا في غرف دردشة على العالم الرقمي، قد يتحدثون مع أشخاص غرباء على الأجهزة الإلكترونية، وهذا يعطي مؤشر إذا كان هذا العدد على أرض الواقع، فما بالنا بالأطفال الذين قد ينقادون إلى يعني يتجاوبون مع بعض الغرباء في العالم الافتراضي. فهذا يعطينا نحن دافع هنا كبير، وللجهات المعنية كلها كمدارس وجهات مختصة بالطفل، بل نحن نعزز الوعي بشكل أكبر من ناحية التخاطب والحوار مع ولي الأمر، بحيث أن ولي الأمر هو خط الدفاع الأول لطفله، يعزز الوعي بالتحاور مع طفله بأهمية عدم التخاطب مع الغرباء بأي شكل من الأشكال، ويعزز دائما عند الطفل الاستئذان، لأن نحن الطفل من عمر صغير لو علمناه أنه هو يستأذن، حتى لو تسلم مع غريب، حتى لو عرض عليه الغريب هذا اللي يأخذ. نعم. نصائح مهمة لكل أولياء الأمور لتلافي مثل هذه الظواهر. نعم أكيد صح. أكيد أستاذة هنادي اليافعي مدير إدارة سلامة الطفل بالشارقة، شكرا جزيلا لك.